الوزراء حتى يتم حلول أو إيجاد حلول للمواطنين حسب ما أكد السيد رئيس الوزراء. هذا من ناحية. وهناك عدة لقاءات أيضا كانت برئاسة مجلس الوزراء اليوم، التقى من خلالها أيضا السيد المهندس إبراهيم محلب مع الدكتور البرعي أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق، وأكد على دعمه في الترشح ليصبح مدير منظمة العمل العربية لما له من خبرات سابقة تفيد في هذا المجال. نعم. أيضا هناك كانت لقاءات أخرى مع السيد إبراهيم محلب مع أحد المستثمرين بالغرفة التجارية الإسلامية السعودية الشيخ صالح كامل، والذي أكد من خلال هذا اللقاء أيضا على مواقف السعودية، يعني دولة السعودية الشقيقة في دعم الاقتصاد المصري. وأيضا من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة وضع الاستثمار في مصر يعني في المقام الأول حتى يتسنى للمستثمرين من الدول الشقيقة الاستثمار بشكل آمن في مصر. أيضا هناك كان لقاء أيضا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الذي أكد أيضا دعمه، وأكد على استمرار دعم دولة الإمارات الشقيقة لمصر حتى يتم استكمال خارطة الطريق، وأن الاستثمارات في مصر من الدول الشقيقة قادمة في الفترة المقبلة تدعيما للحكومة الحالية. أيضا هناك بعض القرارات من السيد رئيس الوزراء تناولت أيضا تشكيل لجنة لتسوية عقود المنازعات بوزارة الاستثمار حتى يتم وضع حلول قوية وميسرة على المستثمرين وتذليل العقبات التي ربما قد تواجههم حتى يتم تدفق الاستثمارات إلى جمهورية مصر العربية. هناك أيضا قرارات للسيد رئيس الوزراء برفع معاش الضمان الاجتماعي حسب ما ورد أيضا على يعني الصحيفة الجريدة الرسمية بأن الفرد سوف يتقاضى 323 جنيه للفرد وحتى 450 جنيه لعدد 4 أفراد. هناك أيضا قرار آخر للسيد رئيس الوزراء خاص بتشكيل لجنة فنية وهندسية أيضا بمطار الغردقة حتى يتم فحص المطار يعني تحسبا لأي أضرار ربما تكون قد لحقت بعد سقوط جزء من واجهة أو مبنى هذا المطار. شكرا جزيلا لك أحمد أبو الحسن مباشرة من مجلس الوزراء. أمر النائب العام بإحالة خلية إرهابية إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم أعمالا عدائية داخل البلاد بالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي. من ناحية أخرى، وافق النائب العام المستشار هشام بركات على إخلاء سبيل 104 متهمين من المحبوسين احتياطيا في أعمال شغب وقعت مؤخرا بالقاهرة. جاء قرار الإخلاء أو إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين بعد قرار مماثل شمل 20 متهما حرصا من النيابة العامة على مستقبلهم الدراسي ومراعاة لظروفهم المرضية والاجتماعية. قررت محكمة جنح مستأنف عبدين جلسة 7 أبريل المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من 3 نشطاء هم أحمد دومة، أحمد ماهر ومحمد عادل، وذلك على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم كل على حدة مبلغ 50,000 جنيه، وذلك إثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عبدين. قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنصورة تأجيل محاكمة 70 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 22 من الشهر الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية واستعراض القوة وقتل شخص عمدا والشروع في قتل شخص آخر وحيازة أسلحة نارية. قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة 2 مليون جنيه في قضية حديد الدخيلة، وقد تقدمت نيابة شمال الجيزة بطعن على قرار المحكمة، ولن يتم إخلاء سبيل عز حيث لا يزال محبوسا على ذمة قضيتي غسيل الأموال والتي سبق وإن غرمته المحكمة فيها 100 مليون جنيه، إضافة إلى قضية الكسب غير المشروع.
أكد وزير التعليم العالي وائل الدجوي أن الأمن المدني هو من يتواجد فقط داخل أسوار الجامعة لحماية المنشآت والطلاب. وأشار الدجوي أن دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي سيكون عند حدوث أي خطر أو اعتداء على الجامعة، هذا وتتواصل الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية. وقد وقعت اشتباكات بين طلاب إخوان بجامعة حلوان وبين العاملين بكلية الحقوق بعد أن قام الطلاب بترديد العديد من الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة وإدارة الجامعة رافضين عودة الحرس الجامعي. يواصل الصيادلة والأطباء العاملون بمستشفى وزارة الصحة إضرابهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على مشروع الحافز البديل للكادر. ومن جانبه قرر وزير الصحة الدكتور عادل العدوي تشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة. كما أصدر العدوي قرارا بأن تتحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسات العليا للأطباء. إضراب وراء آخر والنتيجة وعود وتصريحات إعلامية، هذا هو حال الأطباء الذين يضربون من حين لآخر، ومعه واصل مئات الأطباء والصيادلة والعاملون في المستشفيات الحكومية إضرابهم الجزئي عن العمل لليوم الثالث على التوالي، اعتراضا على إقرار قانون الكادر المالي دون مراعاة الاعتراضات التي أيدتها النقابات الثلاث. يعني أنا كطبيب من حق المطالب دي واحنا نستحق اكثر من ذلك، لكن انا كمدير المستشفى عايز المستشفى تشتغل، مش من مصلحه المستشفى تكون متوقفه بهذا الشكل. مع ظروف البلد، مع وضع البلد، مع احوال البلد، مع اقتصاد البلد، مع حاله مرضانا، مرضانا مرضى فقراء جدا، ما ينفعش ينطبق عليهم الاضراب ده ابدا ابدا. ما طلبناش بحقوق لينا بس، احنا برضو طالبنا بحقوق للمرضى. المستوى العلاجي في جميع مستشفيات وزارة الصحة اقل من اقل مستوى طبي في اي بلد تانية سواء عربية او غربية. اضراب ما حصلش مرة واحدة، كان في تنويه عنه قبلها بفترة، ما حصلش استجابة، وبعدين حصل اضراب. حتى حاليا الاضراب ما يعتبرش اضراب كلي، اضراب جزئي، وبنستقبل حالات في الاستقبال سواء الحالات كانت طوارئ. وينفذ الأطباء إضرابا عن العمل في أقسام العيادات الخارجية والصيدليات، فيما يستثنى منه أقسام الحالات الحرجة والطوارئ والعناية المركزة، الأمر الذي اعتبره عدد من الأطباء يخفي وراءه أمورا سياسية. الموضوع بقى فيه شيء من السياسة، يعني هو حتى اللي وصل لنا لعلمنا ان بدأ فيه عروض جيدة وهم مش موافقين، يعني في شيء من التعنت من القائمين على الضرب في النقاب. الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان قرر تشكيل لجنة من نقابة الأطباء للتفاوض حول المطالب والمقترحات الخاصة بقانون كادر المهن الطبية لحل أزمة الأطباء، ومعها يبقى المريض بين مطرقة الطبيب وسندان الحكومة. مريض سكر وضغط، فعمال الف عايز علاج سكر وضغط من الصبح مش لاقي. بعتوا لي دلوقتي نقابه الاطباء، رحت قالوا لي لا، رحت الصحه، رحت وزاره الصحه قالوا لا، ده هم اللي عاملين نقابه الاطباء والمستشفيات مع بعضيهم، يقولوا دول ما اشتغلوا دول ما اشتغلوش. طب انا من يوم الخميس مش لاقي اعمل ايه؟ انا ذنبي ايه؟ انا مريض ذنبي ايه؟ انا عايز حقي، هل لي حق اخده ولا ماليش حق اروح اموت؟ مرضى يفشلون في تاجيل الامهم واوجاعهم وامراضهم لحين تلبية الحكومة لمطالب ملائكة الرحمة، ومعه تزداد آلام المريض الفقير، وكأن الأمر لم يعد عليه غريبا. محمد عبد الحكم، النيل. تسببت السيول التي شهدتها بعض المحافظات في غرق بعض القرى وتصدع للمنازل خاصة في محافظات الصعيد. وقد نجحت القوات المسلحة في إنقاذ 7 مواطنين بمحافظة قنا عالقوا بالمنطقة الجبلية بين قنا وسوهاج بعدما حاصرتهم مياه السيول. أرض الكنانة على موعد مع حالة من الطقس المتقلب في أنحاء متفرقة بالجمهورية، حيث ذكرت آخر خرائط توزيعات الضغط الجوي وصور الأقمار الصناعية أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد نشاطا ملحوظا في الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل أحيانا إلى حد العاصفة بالتزامن مع صعوبة في الرؤية على الطرق واضطراب في حركة الملاحة البحرية. خبراء الطقس تحدثوا في الوقت عينه عن أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستؤثر بشدة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وشمال وجنوب سيناء وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر. هذه التوقعات تأتي بعد ساعات قليلة من تعرض القاهرة لسقوط أمطار في أحياء عدة، ما أثر سلبا على حركة المرور في الشوارع.
صعيد مصر لم يغب عن المشهد، حيث تعرضت مدينة أسوان إلى موجة من الأمطار والسيول، ما أدى إلى تصدع عدد من المنازل بأحد النجوع بمركز إدفو، في حين نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان من انتشال سيارة سقطت نتيجة هبوط أرضي. وفي محافظة أسيوط شهدت مناطق عدة مناخا لم تعتاده المحافظة منذ عشرات السنين، حيث ضرب المدينة البرق والرعد والأمطار مع غياب للشمس في ظاهرة فريدة من نوعها، فلطالما عرف عن أسيوط أنها المحافظة التي لا تغيب عنها الشمس سواء في الصيف أو في الشتاء. سوهاج لم تكن أحسن حالة من أقرانها في محافظات الصعيد، حيث تعرضت المحافظة لموجة من الطقس السيء والبرد وسقوط غزير للأمطار على مختلف مدن وقرى سوهاج، ما تسبب في غرق الشوارع وحدوث ارتباك في حركة المرور خصوصا على الطرق السريعة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. دكتور وحيد بعد التحية، ما هي آخر تطورات حالة الطقس؟ دكتور وحيد هل أنت معنا؟ هل تسمعنا؟ أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك، كنت أسألك عن حالة الطقس والتطورات المتوقعة في الأيام القادمة. لا هو ان شاء الله حضرتك الجو النهارده وبكره في استقرار الحمد لله واضح، لكن اعتبارا من مساء الغد في نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة هيصل الى حد العاصفه يوم الاربعاء على معظم انحاء الجمهوريه بما فيهم القاهره، واكثر المناطق معرضه لهذه الظاهره هي محافظات صعيد مصر حضرتك ايضا ومحافظات شمال سيناء والطرق الصحراويه. ده طبعا بالتالي في انخفاض للرؤيه على الطرق الصحراويه وفي اضطراب في حركة الملاحة البحرية. طبعا في انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء إن شاء الله من 5 إلى 6 درجات مئوية، ودي عودة مرة أخرى إلى فصل الشتاء على جمهورية مصر العربية. وتستمر يعني درجات الحرارة في الانخفاض لمدة كام يوم؟ لغاية يوم الجمعة والسبت حضرتك، وإن شاء الله مع آخر إصدارات الخرائط هنوفيك بالتنبؤات الحديثة يعني في الخبر على وجه العموم. نعم، شكرا لك دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. في الملف السوري، كثف الطيران الحربي السوري هجماته على مدينة يبرود في القلمون شمال العاصمة دمشق، في حين قالت القوات الحكومية إنها تحرز تقدما نحو المدينة. يأتي هذا بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار في فندق بمدينة الرقة يتخذه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مقرا له، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتلي التنظيم، كما اندلعت اشتباكات بين مسلحي داعش والجيش الحر على أطراف ريف حلب الشرقي. وفي محافظة حماة لقي 10 مقاتلين من الكتائب الإسلامية المقاتلة حتفهم في اشتباكات مع القوات النظامية. ومن ناحية أخرى، أفرج عن 13 راهبة من مدينة معلولة السورية و3 سيدات بعد احتجازهن لأشهر على أيدي مجموعة مسلحة شمال دمشق، وذلك بعد وساطة قطرية لبنانية. وتسلمت السلطات السورية الراهبات عقب وصولهن إلى معبر حدودي مع لبنان. وللمزيد من المتابعة حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة ملهم الخن. سيد ملهم، كيف تفسر ما حدث مؤخرا من انتصارات من قبل الجيش السوري النظامي الذي استولى على بعض معاقل المعارضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نترحم على أرواح شهدائنا الكرام. بالتأكيد يعني ما يجري اليوم في سوريا من اشتباكات عنيفة لا يمكن وصف انتصارات يعني للجيش النظامي. هناك معارك عنيفة يشنها الطرفان، هناك خسائر من الطرفان. الأيام الأخيرة شهدت خسائر كبيرة جدا لقوات الجيش النظام وخاصة في ريف حماس. الأخبار تشير بأن أكثر من 20 عنصر تابع للجيش النظامي في بلدة تل الشيخ حديد في ريف حماس سقطوا، بالإضافة إلى تدمير دبابتين وآلية معسكرية. بالمقابل هناك 5 جنود من كتائب الجيش الحر. أيضا المعلومات تشير أن 11 قتيل سقطوا أثر تدمير الجيش الحر أحد مقرات الجيش النظام على أطراف بلدة مورك في ريف حما. أيضا الأخبار تشير إلى أن أكثر من 8 جنود سقطوا في اشتباكات في مدينة إدارية في الريف الدمشقي.
أيضا في محاولات النظام لاقتحام بلدة أو مدينة يبرود سقط 7 عناصر من قوات النظام في محاولتهم لاقتحام مدينة أو بلدة ريما الواقعة في يبرود. هذه النتائج هي يعني لا تشبه بانتصارات كما ذكرت أو كما تفضلت يعني انتصارات النظام، إنما هي معارك متبادلة. لا شك أن النظام يعني يتكبد الخسائر الكبيرة، بالمقابل هناك خسائر من قوات الجيش الحر. نعم. طب سيد ملهم،